المطبخ التونسي مع ألف. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شربنا مع بعضنا قهوة التمر. قهوة التمر للي عنده مشاكل كيف حالي أنا من مشاكل الكافيين اللي ما نجموش يشربوا الكافيين، وزاد هي حاجة صحية أكيد فيها منفعة. عندي هوني قلوب التمر استحفظت بهم، اللي عملت لكم بهم سكر تمر، وقلوب التمر الاخرين اللي قعدوا لي من الرب نتاع التمر زاد كيف عملته لكم هما بيدهم، هاني خلطتهم مع بعضهم. تقريبا قلوب نتاع زوز كيلو تمر طيح لي هذا، هكا نحيو القشره، تغسلهم وتنظفهم وتشيحهم. نتاع قلوب نتاع الرب التمر ما يستحقش معناها غسلين. توا سخنت الفرن نتاعي هاو يسخن باش نحطو على اعلى درجه في الفرن، نقعد ونحركو حتى تكحال كومبليتمون، تكحال الكعبه هذيك هي تولي لي قهوه. من بعد نرحيها في ماكينه القهوه، اللي ما عندوش ماكينه القهوه يهز يرحي في الطاحونه عادي. واللفاح تفوحوها راهو كيما القهوه البن العاديه، بقشور البرتقال التابل بالشعير، فما شكون يعمل قهوه الشعير التركيه هذيك بالهيل، كل واحد وشنو اللفاح اللي يحب يعمله. انا شريتها راني حاضره عندي منها، حاضره موجوده في تونس حاضره، غير عندي القلوب ما حبيتش لها، وحبيت نوريكم للي يحب يعملها وحده ما يتحصلش عليها ولا ما يلقاش منين يشريها، نجم يعملها وحده سهله مهله ما فيها حتى شيء. انا من الناس اللي تعشق القهوه، اما الله غالب ما نتبننهاش، نتبننها وقتها اما بعد نتحاسب عليها. حطها في الفور على اعلى درجه حتى تحمر. تنقول لكم انا بالنسبه لي انا قداش قعدت لي، من بعد ربع ساعة ها هاكا بديت تطعم في الدخان وبديت تكتك، وقعدت طبعا نعرج فيها، نجم طعموها على الغاز راهم تيجي في الفورة. حتى تحمر كل بديت عليها ربع ساعة كيما وريتكم، طابت فيك ربع ساعة بديت تحمر، طفيت عليها الفور وخليتها تكمل طيبها وانا نعرج فيها، نمشي نعرج ونمشي نعرج فيها ونعرج، خليتها بعد سكرت عليها خليتها حتى تحمرت فيك الفور في السخانه هذيك. بسم الله. انا هوني راني ما خليتهاش تحمر كمية جبره، يلزمها اكثر من هكا تتحال اكثر من هكايا، على خاطر دخنت لي الدار والاباري ماك تعرفوا كندك تنشيت ولا ما نعرفش حصيلو المشاكل واللي تقصيت عليها. وطبعا مديمها سخونه نحط عليها لفاحات نتاعي قهوه، مثلا كيلو قهوه تعملوا عليها رطل الحمص، حمص تشريوه حمص جويد البلدي، حمص جويد هذاك يتعرج مليح 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 للي يكحال، ومن بعد يترحى مع القهوه. انا هوني عندي نواه التمر وفما زاد الشعير، يعملوا الشعير، انا نحب قهوه الشعير. طوا عندي انا شربت شعير هذايا المرمز اللي بعثته لي من نورا، باش ناخذ منها هي شويه شعير وباش نقليه نحمره مليح، ومن بعد نرحيه مع نواه التمر والى القهوه. باهي لهنا الشعير تقولوا لي انا هو الشعير تشريه من عند اللي يبيع العلف وكل شيء، شعير عادي هذاك هو يتحمص يتنظف بطبيعه وكل شيء، ومن بعد يتحمص مليح 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 حتى للي قريب يكحال تقريبا يكحال، ومن بعد هذاك هو يترحى مع القهوه. انا تعجبني قهوه الشعير اكثر من قهوه الحمص. طوا باش نرحي هذا باش نسقط به راسي، اما معنى يقولوا نحنا ماذا بيكم الشعير الشعير والحمص كيف كيف، ماذا بيكم حمص ني حمصك جويد ني هذاك. انا مش باش ناخذ نصف الكميه قد قدم تاع نواه التمر، باش ناخذ جوست شويه شعير هكايا هكا، وهي اللي باش نحمصها بالكدي بالكدي حتى تحمر، ونرحيهم الكل مع بعضهم ونفوحهم. هاكا بدا يتحمر الشعير، اهو كسايه تحمرت بدات تدخن، وقف عليها رانيا. القلوب تبر رجعتو للمقله، حسيتو ناقص هكا شويه مزيت ما رحيتوش، حسيتو ناقص قلت ما دام القلايه سخونه خلي نكمل نعرج تعريجه الاخرانيه فوق وهكا خلي يحمر شويه وكها. وطوا هكا بعد ما تحمرت انا خرجت قريت قضيتي ورجعت، من بعد بردت بالكدي بالكدي القلوب نتاع التمر برد، اهو الشعير كيف كيف برد بالكدي، اهو ما قشور البرتقال هاكا يتقرمشو. كسرهم وهوني عندي الهيل، هيل عندي مرحي لهني ما لقيتوش كعب، هو اللي باش ننكه بيه شويه
قهوة العربي والهيل، تحط تقريبا هكا شوية. نصبهم هكا في بعضهم ونرحي ونحط لهنا. بسم الله. بسم الله. ما نعبيش الرحاب باش ترحالي بالقدا هكا. هو حاطين الوحدة نتاعي طاب باش نرحيها. بسم الله. وهايا القهوة وريحتها فيحة. طاو باش نغربلها كوميم، خاطر نعرف مكينتي هي بتريحيش بالقدا بالقدا معناها بالقهوة، اما باش نغربلها على ميتي. حط كي الصفية مون غربل، خاطر نسمع في التكعبير دونك فما اكيد اللي مازال ما طرحهاش. هاك خلي هذاك واللي ما طرحهاش مليح هاك نخليه ونعاود نرحيه من بعد. توكم ماهيش قويه برشا، 450 وات، ماذا بيكم اكثر من 450 وات. ونكمل بنفس الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله. على غالب ماكينتي عملتها بيا، البلاستيك نتاعها ذا سخن وذيبه هوا من هنا، وليت الوحده تدور ماهيش قويه، مرخوفه على الاخر وما ترحي شيء، يعني تدور صحيح. ما هاي تنوريكم باش تفهمون. حط فيها حاجه هكا تدور في الهواء، حاسيلو وليت ما عادش ترحي، ما عادش مكبوسه عمرها وفيها. لا غالب انا لله وانا اليه راجعو. مش مشكله، انتو كا اللي حصلناه فيها الف بركه. خليهم هذوك مع بعضهم نخبيهم حتى نشري ماكينه جديده. ها يا ريتوها، يا ريحتها بنينه تشره. باش نجرب منها قهوه. ها هي القهوه اللي شريتها انا، هذه القهوه اللي شريتها ما فيها حتى نكهه، فيها كان قلوب تمر. وهذايا القهوة اللي منكهة، هي بيدها منكهة، يمكنش يخلطهم ببعضهم ولا لا. باش نجرب ساعة قهوتي قبل، باش نزيدها شوية هيل على خاطر الهيل قعد على خاطر قعد في الوحدة الأخرى. ميساج تو نكملها مرة جاية، نشري رحامة أقوى. هي طومي أنا ممكن نهار نحب ماذا بيا رحاء أقوى وتشد بالقدا. توا عبيت مقدار الكيس متاع القهوة متاعي هكا، باش نحط فيه بركة اثنين مغرفتين يكفي. باش نحط فيه سكر البني عندي مغرفة يزي. هوني يظهرلي باش نزيد مغرفة أخرى ونحطها طوا على الغاز. اذا تحبوها تحافظ على الوجه نتاعها ماذا بيكم ما تحركوهاش طوا كي تبدا تشتغلي، ما تحركوهاش باش تحافظ على هيك السره. نحن نقولوا هاكا هاو طوا نهبطوها هاكا باش تفيض. بسم الله. نجيبك المغرفه ونحطك السره، تحبوا عليها رشة زهر نجمو تعملوا رشيشة زهر عليها. خليها تبرد شوية ونذوقها نشوفها شنو جوها. انا الرفاهة فاتحة، راني من هنا الرفاهة فاتحة، ناقصة رحيين ناقصة رحيين. توا ذقت القهوة صدقوني تمنوا ولا مانوا بالله، بنينة بنينة، معناها مطعمها كيما القهوة الأخرى الكحلة العادية هذيك، تفرق شوية هكا تفرق، فما هكا تحس فما احساس هكا ما نعرف ما فهمتوش حسيلو كيفاش نوصله لكم. لكن الفرق بينها وبين اللي شريتها حاضره انه هذيا تخلي اغيغ جو في الفم، كيلحه خلي الفم مكشلف هكا شويه مكيلح، ما نعرفش كيفاش نفسره لكم. المهم كي انكم تاكلوا لمسيه ولا تاكلوا حاجه هكا تشيح الفم وهكا كيما درك كيفاش حتى لسانك تحسه ماهوش سلس، هذيا لا
ما فهمتش علاش زعما خاطر مخلطه بالشعير، اما نورمالمون فيها القلوب التمر نورمالمون تبدا فيها كلاغيغ غو زاده، تصورت باش يكون هكاكا خاطر اول مره نذوقها هي هذيا، معناها القهوه نتاع نواه التمر هي هذيا اول مره، اما هذيا والله عجبتني. معرفش زهر قطرتين زهر ركيا، بسم الله والله بنينه غير خفيفه شويه، تحسها نقصه راحين، مش تحسها نقصه راحين. هذيك هي حكايتها هكا هاو، وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. انا عطيتكم الفكره وانتم تحبوا تعملوها بروفيسيونيل اكثر ولا تهزوها للطاحونه تكون خير برشا، ولكن عندكم ماكينتكم خير مني انا توليو تعملوها خير. بصراحه جو كوموند جو ريكوموند، بصراحه بنينه على الاخر، وننصح للجماعه راهو الجماعه اللي ما يستحملوش الكافيين وقهوه القهوه الكافيين، معناها الجماعه اللي تشرب قهوه صحه ليكم، اما الجماعه اللي ما يستحملوش الكافيين ويحبوا القهوه هذا بديل الطياره، معناها على الاخر اقرب حاجه للقهوه انك تمد كويس قهوه وتنجم تعشي بيه في العشويه هكا. وهذه حلقتنا كانت اليوم ووصفتنا كانت اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله، وبسلامه.